لم يعد الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري أمراً مستغرباً لكثرة القضايا وقلة ضبطها، فلا مراقب ولا حسيب ولا حتى من مسؤول يستجيب. وعلى مبدأ المثل الشعبي حاميها حراميها، نشرت صفحات موالية شكوى لأهالي منطقة مصياف قيام مؤسسات حكومة النظام الاستهلاكية بتوزيع صنف من مادة الأرز مشابهاً للأرز الذي يصل لسوريا كمساعدات أممية. وللتحقق من صحة ما تقوله، أرفقت الصفحة صوراً للأرز الموزع وقارنته مع صور أخرى لذات المادة التي توزع كمساعدات، مما أظهر تطابقاً في نوعية الأرز الذي توزعه وزارة التجارة عبر البطاقة الذكية. وفتحت هذه الحادثة الباب أمام قضايا فساد ليست محصورة في مصياف فقط، حيث يوزع ذلك الأرز في مختلف مدن سيطرة النظام. لكن السؤال الأبرز هنا، كيف ينهب أرز المساعدات الذي من المفترض أن يوزع مجاناً للمحتاجين؟ وبالعودة إلى ما كشفته مواقع موالية من ضبط قضايا فساد شملت شركات تعود ملكيتها لأشخاص مقربين من رأس النظام والتي تتولى عمليات النهب وسرقة المساعدات الإنسانية، أبرزهم طريف الأخرس عم زوجة بشار الأسد، إذ سبق وتم إحالة قرارات ضبوط تموينية للقضاء تكشف وجود حالة نهب وغش في عدة مستودعات للسكر والأرز التابعة لطريف الأخرس في محافظة حمص. ولم تتوقف التقارير الدولية التي تتحدث عن سرقة النظام للمساعدات الإنسانية التي تصل عبر الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرته، فليس غريبا على من أودى البلاد إلى هاوية اقتصادية أن ينهب قوت المواطن الذي أنهكه الفقر والجوع بحسب ما يراه متابعون. كل ذلك يؤكد تقارير الأمم المتحدة وتحذيراتها المتكررة من قدوم أزمة الجوع إلى سوريا، والتي باتت تشكل كابوسا يؤرق الكبير ويخيف الصغير.